الآن نحن هنا لتغطية هذه المظاهرة التي تطالب السلطات الروسية بتغيير موقفها الداعم للنظام السوري الذي يستمر في قتل الأطفال وقتل الشعب السوري عموما. بأجواء تقترب من برد موسكو وبرودة الموقف الروسي تجاه ضحايا إرهاب حليفها في دمشق، خرج السوريون في العديد من عواصم العالم ومدنه مستنكرين دعم موسكو اللامحدود لنظام الأسد، بداية من ستوكهولم عاصمة السويد، حيث نفذ عدد من السوريين اعتصاما منددين بديكتاتورية النظام الروسي. فإحنا هون لحتى بركي نقدر نفيق ضميرهم لهدول السفارة اللي بيشتغلوا هون بالسفارة الروسية وبيقدروا يوصلوها. السوريون في اسطنبول يصرخون في وجه نظام روسي لا يختلف في ديكتاتوريته وحروفه عن النظام السوري، مطالبين الكرملين خلع نظارات النظام ورؤية جرائمه على أجساد الضحايا والمدن، معلنين تضامنهم مع الشيشان. يا شيشان حنا معك إلى الموت، يا شيشان حنا معك إلى الموت. إلى واشنطن توافد سوريون أمام سفارة روسيا الاتحادية منددين بموقف موسكو وبجرائم الأسد، كذلك في بيروت وعمان. أما في القاهرة فاحتشد عدد كبير من السوريين والمصريين منددين بهتافاتهم بموقف موسكو، ولم يستثنوا بوتين. أحرار سوريا في بلجيكا كبارا وصغارا أمام سفارة موسكو نددوا بالتعنت الروسي، رافعين لافتات الحرية لسوريا. يا محلى الحرية وبشار جحش ارحل من سوريا. في عمودة حيث لا سفارة لروسيا، أوجد الأحرار مثل هذه السفارة لينددوا أمامها بالموقف الروسي وبجرائم الأسد ويواصلون هتافهم للحرية. يسقط بشار وبوتين.